الفريق رقم 11 تم نقله مجددا ولها حوالي 3 أيام إلى هذه المنطقة، حيث وجد فيها ألغام، والحمد لله يعني مباشرة تم العمل وتم فتح خطوط حتى وصلنا إلى هذه المنطقة. المنطقة هذه تعتبر منطقة خطيرة ومن ناحية العسكرية استراتيجية، قاموا بوضع حقول ألغام تم نزعها من قبل الفريق الأول، ولكن هذه المنطقة لا تزال ملغومة، عملوها أنساق أنساق، والحمد لله تم اكتشاف 7 ألغام سيتم التعامل معهن بحذر وبالطريقة طريقة الأمان. الفريق يعمل بكل ما لديه بروح معنوية عالية، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وسنأمن المنطقة بإذن الله تعالى. لا يسعنا إلا أن نشكر مشروع مسام ونشكر البرنامج الوطني الذي عمله على إيجاد فرق تقوم بنزع هذه الآفة التي تم زرعها من قبل أعداء الوطن.